من الجو صار طربي، خلوني أخذكم إلى مداخلة معايا الحين على الخط. إنسان لما يكون فنان بالأخلاق والخلق والتميز والإبداع، فإحنا نقول فنان متكامل بشهادة الجميع. إذا شفته على المسرح في أي من الحفلات اللي أحضرها أشعر بالطمأنينة والسكون، لأني أدري بأن إذا وجد اسمه راح أسمع حفلة صح. أبشرك قلبي صحى من آخر جروحك وفا، هذه السنين بلا هواك أسمعك كمل كلامك بعد أحبك إيش قلت، ليه تسأل من خطأ ومن كان صح نعلمك هذا الكلام، نعلمك هذه الأسية، هذا أنا في وحدتي بعدك على الله العوام. لا والله هذه جديدة، إذا بروح راح ألاقي عندي أغاني كثيرة موجود فيها اسم هذا المبدع المايسترو هاني فرحات. مساك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا مرة ثانية في مارينا فم وبرنامج ريفرش. مساء الفل يا حبيبي، مساء الفل، ومشكر جدا على المقدمة الكثيرة عليا يا حبيبي، أدها يعني تستاهل أنت أكثر يعني، تستاهل أكثر من كذي. آخر لقاء كان لا يا حبيبي، ولو آخر لقاء كان بيني وبينك شخصيا كان في حفلة عبد المجيد عبد الله. قبل لا أسألك عن أي شيء، بتكون مع عبد المجيد عبد الله بحفلة يا تشود؟ أنت تدري إحنا ما ندري. لا كتير يعني من الناس اللي بس دي أقولها لك بيني وبينك يعني، بس خلاص عبد المجيد يجيبني فرد يعني بس باخد أجازة شهر معاك. أيوة طبعا هو طبعا عبد المجيد حافظ كل تفاصيل شغله الحقيقه، وعنده مزيكا تقيله يعني مرهقه عشان تطلع بالكواليتي اللي احنا بنبقى راضيين عنه يعني، صحيح، بس في نفس الوقت من الممتعين جدا 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 يعني، صحيح. من الناس اللي انا بتمتع بعمل وانا بعمل مزيكا معاهم الحقيقه يعني، حاجه يحفظه صحيح. المايسترو هاني فرحات، خلال زيارتك للكويت انت كنت قبل تقريبا 7 أيام موجود عندنا بالكويت هني في حفل دار الأوبرا بالكويت مع الفنانة نوال الكويتية. كلمني عن وقفتك على مسرح دار الأوبرا الكويتية، وكلمني عن حفلة نوال وعن الجمهور وشلون كانت هذه التجربة. بص الحقيقة انا كانت مفاجأة في منتهى السعادة ليا، اولا الشرح بتاع دار الأوبرا في الكويت حاجة مشرفة لكل إنسان عربي، صحيح. يعني أنا كنت الحقيقة عم سوق راود يعني، أنا كنت ماشي فخور يعني إن أنا المبنى الصرح دوت في دولة الكويت، كنت حاسس إنها بتاعتي، حاجة مشرفة جدا، حاجة مبهرة جدا الحقيقة على أعلى مستوى يعني، من المرات اللي أنا اتبسطت فيها قليلة، أنا اتبسطت فيها جدا إن أنا واقف على مسرح زي ده. الحقيقة مبروك عليك ومبروك علينا احنا كلنا كعرب، شكرا. الفرح العظيم اللي معمول ده، ألف مبروك، تستاهلوا أكتر من كده يا حبيبي. انت حاجة مشرفة جدا 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 جدا، وطبعا ظهوري على مسرح الأوبرا الكويتية مع نوال كأول ظهور دي حاجة برضو تضيف لي كتير وحاجة تشرفني، وانت عارف برضو نوال من الناس اللي انا بحبهم وبحب اعمل مزيكا معاهم يعني، طبعا طبعا عندها مزيكا تطلع وينفع اطلع بيها في الاوبرا يعني، اقول ان انا عندي حفل مزيكا في الاوبرا النهارده طبعا، يعني كانت حاجه مشرفه جدا الحقيقه، كنت محظوظ جدا 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 ان انا دخولي اولا خالص من بعد البنا بتاع الطرح العظيم دوت، محظوظ جدا، محظوظ برضو ان انا اخش مع نوال للاسف اول حد يخش. ممتاز. وعلى حسب اللي عرفته استاذ هاني بان انت طلعت من الكويت دايركت للقاهره، كان عندك ثاني يوم حفل ايضا مع الفنانه انغام، صحيح؟ اوكي، صحيح. يعني الجدول المزحوم هذا، هم سولف لي عن حفل انغام شلون كان. والله حفل انغام كان حضره تقريبا 3700 شخص، ما شاء الله، كان ما شاء الله يعني، كانت من الحفلات الكبيرة جدا اللي في مصر. والحقيقة ان انغام عاملة حركة في مصر يعني، انا من اكتر الناس المبسوطين بيها يعني، حركة ثقافية في مصر، وحتى الناس
العاديين مش الموسيقيين يعني ولا اللي هم مهتمين بالفن مهتمين جدا بحفلاتها، بقت عامله حركه زي حركه عمر خيرت في مصر. صحيح. حفلات الناس بتستنى حفلاتها كل شهر، بدا الناس العاديه يطلقوا عليها في مصر ملقب سيده المسرح. الله. بقيت اسمعوا كتير الحكايه دي. الموسيقى لما تبقى من ناس عاديه بتفرح اكتر، بتفرح اكتر ان انت بشغلك وان في حركه ثقافيه بتحصل في البلد. صحيح. يعني حاجه الحقيقه انا مبسوط بيها جدا، هي عامله حاله جديده في مصر انغام، ربنا يكرمها ويحفظها، يعني حاله أنا أبسط منها جدا طبعا. ونشاط أنغام الأخير ملحوظ جدا بحفلاتها وبتواجدها وبإبداعها والفن الجميل. صحيح. نتمنى أنها تستمر وتكون هذه البصمة مستمرة ولا تكون لفترة بسيطة وتنتهي. إذا كان لقب سيدة المسرح وحضور أكثر من 3700 شخص على حسب كلامك، فهذا أظن بأنها خطوة إيجابية وجميلة لأنغام علشان تستمر بتقديم فنها الجميل. إنزين الحين عاد نروح حق المايسترو هاني فرحات، قولي. انا برضو بقول لك مطالب يعني من برضو المسلمين بتوعنا زي شيرين زي اصاله، يعني برضو لازم برضو يبقى هم بيعملوا نفس الحركه، يعني قصدي صحيح الحركه الثقافيه اللي الناس خلاص مستوعباها، يعني الناس عايزه تسمع اي فن اصيل زي مزيكا لطيفه كويسه. فانا اطلب من خلالك ان الناس برضو يعني تشتغل في كل شويه، يعني طبعا عندنا سيرين، عندنا امال، عندنا اصاله، عندنا يعني انا مش عايز انسى حد، بس عندنا ناس برضو لازم يبداوا ياخدوا الحركه دي او الموفمنت دي ويطلعوا بيها الحقيقه. طبعا بما ان سولفنا شويه عن حفل نوال وسولفنا شويه عن حفل انغام، خلنا نسولف عن الالبومات القادمه اللي مشارك فيها المايسترو المبدع هاني فرحات، او الحفلات القادمه اللي راح تنور المسرح فيها. وابي بعدين بعد ما تجاوبني على هذا السؤال شنو القادم من حفلات والبومات، ابي تقول لي شنو سر ثقه الفنانين فيك بشكل جدا كبير بان انت تكون المايسترو اللي متواجد معاهم على يمينهم على المسرح في حفلاتهم الجماهيريه الكبيره. ده فضل ربنا طبعا وبركة دار أمي الحاجة يعني ربنا يخليها. لا بس أنا أشوف اللي دلوقتي في راشد الفارس خلاص نزل في تعاون في حاجات كتيرة. صحيح. في ربع طار إن شاء الله خلاص يعني خلصت أنا مزيكا الرتوش الأخرانية خلاص. في ماجد المهندس إن شاء الله بقى في حاجات حلوة. في وليد الشان بإذن الله برضو خلصت في حاجات حلوة كتير. لا في يعني في حاجه وبدانا اهو بدانا نعمل انغام الجديد ان شاء الله، يعني بس الاسبوع الجاي ابدا اخش في اول اغنيه ان شاء الله بإذن يعني تنفيذ وتسجيل. ففي نشاط في نشاط الحمد لله، وكل الناس يعني عندها حاجات حلوه كتير. حفلات ان شاء الله باذن الله، عندي حفله في دار الاوبرا مع رابح صار يوم 3 فبراير. وبعدين هيجي على الكويت طبعا على المهرجان على حلف القاهره، عندي في برضه انغام وعندي في رابح وعندي في كذا حد باذن الله. فان شاء الله يعني في حركه كبيره جايه ان شاء الله باذن الله. ثقه المطربين فيا وبتاع اعتقد ان يعني بص انا في الحقيقه يعني انا عايز اقول لك حاجه ما قلتها ما بقولهاش ابدا، بس هي في الحقيقه انا بستمتع، انا بستغل الشغلانه دي عشان انا اتبسط يعني علشان انا اسمع مزيكا واندوس. فال دايما اللي بيعمل كده بيوصل للناس، يعني في ناس ممكن يعني تترجمها يقول لك ده عنده ضمير، ده كل واحد يعني بطريقته يعني طبعا. بس في الاخر انت بتعمل انترتينمنت، بتعمل فن، الفن ده عباره عن انترتينمنت. صحيح. فلازم تبقى انت مستمتع بيه وبتحبه علشان تجذب الناس. هي للاسف يعني الناس فاهمه غلط، هي مش شغلانة عادية، الشغلانة دي مش شغلانة عادية. صحيح. لازم تكون بتحبها وانت طلع انت تستمتع، انت الادرينالين بتاع جسمك بتاع مخك كله يطلع. صحيح. فهو دي هي دي الحالة اللي انا بعملها، يعني لو انا في يوم من الايام لقيت نفسي انا ما عنديش الحالة دي فانا متأكد ان انا هوقف على طول، هوقف شغلي يعني مش هشتغل الشغلانة دي. طبعا. لان خلاص مش هبقى قادر ادي خلاص، لان انت بتتكلم في الاخر اولا واخيرا على انترتينمنت. صحيح. فمش معقول الراجل اللي بيقدم الانترتينمنت ما بقاش مستمتع باللي هو بيقدمه، زي الناس جايه تتقبل منك ال- 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 الحاله او الطاقه الايجابيه اللي انت بتطلعها في المزيكا. صحيح. فلازم انت اولا تتحسسها،
غير كده يبقى احنا بنضحك يعني في حاجه مش مظبوطه. فانا اعتقد ان المطربين بيحسوا فيا او يعني شايفين ان انا بعمل كل اغنيه بحاله يعني بحاله نفسيه معينه على حسب المزيكا، بطلع كل احاسيسي فيها. مش انا طبعا، انا يعني انا حاجه، انا اداه من الادوات الباقي الاوركسترا العظيم يعني الجيل العظيم اللي طلع في مصر موسيقيين من اعظم موسيقيين متعلمين احسن تعليم في العالم. صحيح. فيعني انا واحد من الادوات، يعني انا حاجه وحاجه واحده من الادوات دي. المهم كمان يبقى الباقي كله بيساعدك، يعني نفس كل الناس عندها نفس الحاله ونفس الاحساس ونفس السبيريت الطاقه الايجابيه. صحيح. اللي بيلعبوا بيها مزيكا عشان يقدروا الناس تستمتع باللي هم بيقدموه. الحقيقه انت قاعد تكلمني الحقيقه. ايه تفضل كمل استاذ هاني. فانا ربنا انا بقول لك ربنا كرمني بجيل معظمه كانوا طلبه عندي، كانوا تلامذتي يعني من فهم صغيرين، فمتعلمين كويس ومتأسسين كويس. ف يعني ربنا كرمني الحقيقه باوركسترا زي ده، الحمد لله بفضل ربنا يعني. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. انت قاعد تكلمني عن ثقافه لو وجدت في كل موسيقي لراينا الموسيقى تتقدم بشكل افضل واسرع واجمل. الله يحفظك المايسترو هاني فرحات، شكرا لك على هذه المداخله الجميله والكلمات الجميله يا حبيبي. شكرا جدا، وبشكر من خلالك المبدع المعد العظيم يوسف المتيري اللي ما بيفوتش حاجه وابتدع خطوه بخطوه. يعني انا بشكره من خلالك، وبشكرك طبعا جدا جدا حبيبي. جدا على الكلام الحلو الكتير اللي انت قلته عليا. تستاهل تستاهل، وكان يعني لنا شرف تواجدك معنا على الهواء للمره الثانيه، وان شاء الله المره الجايه لما تكون موجود بالكويت نبيك داخل الاستديو. اوكي طبعا طبعا باذن طبعا الله طبعا. بإذن الله. أنا ليه الشرف يا حبيبي. شكرا لك شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا ومسهلا يا هلا ومسهلا. كان معنا من مصر المايسترو المبدع هاني فرحات.